بخصوص السي وهبي والسي صديقي، شي واحد سولني على الحاله الصحيه ياك؟ نسال الله الشفاء لهما، كما نسال الله الشفاء لجميع المرضى المسلمين يعني بشكل عام. هذا لن يعطل، لان السؤال جا واش هذا غادي يعطل المسار؟ لا، لن يعطل المسارات، بل على العكس العمل يتم بشكل عادي وطبيعي. وطبعا حينما يتغيب وزير لفترة معينة، راه إما إذا طال الغياب راه يتم يعني تكليف من ينوب عنه، وإلا كانت يعني مسألة جزئية ولا يقدر يمارس عن بعد، فكتبقى الأمور في هذا الإطار هذا.